السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. واليوم ان شاء الله مع وصفات جداد، وغادي نقترح عليكم واحد الكريم ديال الروز رائع رائع جدا في تبييض البشره وشد البشره المترهله، تقضي على التجاعيد، البقع الداكنه، التصبغات، تعطيك واحد توحيد لون البشره وكذلك الجسم. وغنشارك معكم كذلك واحد الاقتراح هكا باش غادي تفتحوا البشره ديالكم اكثر. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. بالنسبه للوصفه ديالنا ان شاء الله غادي نبداو في طريقه التحضير. فغادي ناخذ الروز البنات. الروز انا غنوريكم هنايا، الروز كتنقعوه في الماء ليله كامله البنات، لمده ليله كامله هانتوما كي كتشوفوا معايا، حتى ترطب لكم هذاك الروز في الماء وتتنقيوه وكتغسلوه في الاول عاد تضيفوا ليه الماء. بالنسبه للكميه ديال الروز اللي درت هنايا، درت نص كاس ديال العنبه تقريبا مع كاس ونص ديال الماء، صافي. ورطبتهم حتى الروز تيطلق لكم الغدا، اللي تيطلق لكم هذا الماء الابيض هانتوما كي كتشوفوا معايا. وهاد الروز بهذه الطريقه هذه كيعطينا واحد النتائج زوينه البنات في تبييض البشره وفي تبييض الجسم. يعني اي مكان عندك في الجسم ديالك في تصبغات، في بقع داكنه، هتستعملي ليه ان شاء الله هاد الوصفه. فكيفاش غادي نحضروا الوصفه ديالنا؟ غناخذوا واحد الخلاط كهربائي البنات كيف ما هكا بهذا الشكل، وغادي نديروا فيه الماء ديال الروز مع الروز، يعني الروز بالماء ديالو البنات هانتوما كي كتشوفوا معايا، داك الروز بالماء ديالو بهذا الشكل هذا. وغادي نمشي دابا البنات غادي نطحن هذا الروز وغنرجع معكم باش نكملوا ان شاء الله الفيديو ديالنا ونكملوا الوصفه ديالنا. رجعت معكم من بعد ما طحنت الروز، هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش ولا، يعني كنحصلوا على عليه بهذا الشكل هذا. دابا غادي نصفيوه، ضروري نحيدوا منه دوك يعني الحبيبات هكا، الا كانوا فيه شي حبيبات بقاو لينا ما طحنوش مزيان، تنصفيوه بهذا الشكل هذا باش كنحيدوا منه دوك الحبيبات هكا كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. كناخذوا غير هذاك الماء ديالو وخلاص، نتوما كطحنوه مزيان البنات، صافي. دابا هنايا من بعد ما صفينا الروز كناخذ واحد القرعه بحال هكا وغنديروا فيها النص ديال هاد الماء ديال الروز، غنديروا النص ديالو هنايا البنات، والنص ديالو غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضروه باش غادي نستعملوا به واحد الكريم ان شاء الله. غندير النصف ديالو هنايا بهذا الشكل هذا، والنص غنحتفظ به هنايا. هاد النصف غنخليه على جانب هنايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله، غنقول لكم كيفاش غتستعملوه. اما بالنسبه لهذا اللي تبقى ليا هنا في الزلافه، فغنديرو هنايا في واحد الكاسرونه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، كنديرو في واحد الكاسرونه وغادي نضيف ليها البنات نشا الذره او المايزينا، نضيفوا لي واحد جوج معالق هكا صغار، فهنا غنحضروا واحد الكريم ديال الروز اللي هو عباره عن كريم مبيض مفتح للمناطق الداكنه، تيحيد لنا يعني الاسمرار ديال اشعه الشمس، كيساهم بشكل كبير في تفتيح البشره، في شد البشره المترهله. عنده بزاف ديال الفوائد البنات للبشره، تيشد لنا كذلك المسام اللي كتكون واسعه، تيعطي واحد البياض زوين زوين البنات للبشره. زوين بزاف البنات هذا الكريم صراحه، وتنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. المهم البنات تحركوا هذا النشا مع الماء ديال الروز مزيان حتى كيتخلط لكم مزيان مزيان، ومن بعد غنمشي نديرو على النار تكون مهيله، غنخليه المده ديال واحد 10 دقائق هكا حتى يغلى يعني يبدا يتقال هذا الخليط، وغنرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غادي يولي، وغنكمل معكم ان شاء الله باقي تتمه ديال الوصفه.
وانا رجعت معاكم دابا البنات، هانتوما القوام ديال الخليط ديالنا كيفاش ولا تيولي بهذا الشكل هذا. وضروري البنات ما كتغناوش عليه، يعني كتحركوا فوق النار، ما تتغناوش على الكاسرونه نهائيا. خاص اليد ديالكم تكون قابطه هنايا، لان الا غليتوا عليه صافي راه تيخسر لكم الكريم، لان داك النشا تيلصق لينا في القاع ديال الكاسرونه. المهم صافي دابا ها هو وجد الكريم ديالي، هانتوما كي كتشوفوا معايا ديال الروز. هاد الكريم البنات رائع، يعني في شد البشره، عباره عن واحد البوتوكس طبيعي للبشره، تيشد لنا البشره المترهله، تيبيض البشره، يعني عنده بزاف ديال الفوائد اللي زوينه البنات للبشره ديالكم، واللي ممكن يعني تتبعوه في ظرف اسبوع غيعطيكم نتائج زوينه زوينه البنات، وتبيض البشره يعني بسرعه بسرعه بسرعه، كيعطيكم واحد النتائج اللي ما يعطيهاش لكم البنات شي كريم الا شريتوه يعني غالي غالي باهي الثمن، ما يعطيكمش النتيجه اللي يعطيها لكم الكريم ديال الروز. كيبقى اقوى كريم البنات، مفتح للمناطق الغامقه، مفتح للاسمرار ديال اشعه الشمس، مفتح للتصبغات. صافي البنات هانتوما كي كتشوفوا معايا، هذا هو القوام ديال الكريم ديالي، كيجينا بهاد الشكل هذا. هانتوما كي كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديالو، يعني ما تكتروش النشا، الا كترتوه راه غيجيكم الكريم ديالكم عاقد. وصافي يعني كتحصلوا على كريم بهذا الشكل هذا. نضيف زيت الجنجلان او السمسم اللي هو زيت رائع وزوين بزاف للبشره، وتيرطب لينا البشره، ويعني زوين زوين البنات بزاف زيت الجنجلان. ممكن تعوضوه بزيت اللوز الحلو، انا ما بقاش ليا صراحه يلا غنشريه، ممكن تو ديروه زوين للبشره، او ممكن تعوضوه بزيت الجليسيرين او الفيتامين او، هادو كاملين مهمين بزاف البنات للبشره ديالنا، وتيعطيونا يعني النضاره للبشره وبزاف ديال الفوائد للبشره. مهم ما كديروش الزيوت كاملين اللي قلت لكم، زيت واحد هو اللي غديروه، يا اما زيت جوجلان او فيتامين او، او غديري زيت اللوز الحلو، او لا غديري زيت الجليسيرين صافي. وكنديروا بعدا الزيت البنات، انا نسيت كندير واحد الملعقه صغيره، هانتوما كي كتشوفوا معايا تقريبا، وكنخلطوا المكونات بهذا الشكل هذا حتى كيندمج ليا الكريم ديالي مزيان مزيان، وكنحصل على واحد القوام اللي منسجم بهذا الشكل. صافي دابا هو الكريم ديالي تخلط البنات، هانتوما كي كتشوفوا معايا القوام ديالو ولا بهذا الشكل. ودابا غناخد البنات واحد تاخدوا واحد الحك او لا شي قريعه هكا تكون عندكم خاويه، كتغسلوها مزيان وكتنشفوها، وغنديروا فيها الكريم ديالنا باش نحتفظوا به بهذا الشكل هذا البنات. هانتوما كي كتشوفوا معايا ضروري شي حاجه تكون مسدوده البنات باش ما يخسرش لكم الكريم ديالكم. صافي بهذه الطريقه هذه، وطريقة ديال التحضير ديالو ساهلة البنات كيف ما شفتوا معايا، يعني ماشي صعيبة، ما فيهاش بزاف ديال يعني بزاف ديال التمارة. صافي هانتوما البنات الكريم ديالنا كيفاش كيجي، كيجي بهذا الشكل هذا، يعني ثلاث مكونات فقط لكن كريم رائع رائع جدا للبشرة، يعني تيرمم لنا البشرة وكيجدد لنا الأنسجة ديال الخلايا ديال البشرة. كريم رائع بمعنى الكلمة، وأقوى من الكريمات اللي ممكن كيف ما قلت لكم تكون باهظة الثمن، لكن بعض الخطرات ما كتعطينا حتى شي نتيجة. هذا هو القوام ديال البنات، كيجينا بهذا الشكل هذا. ودابا البنات غندوز معاكم، دابا نهضر لكم على هذا الماء ديال الروز اللي درنا هنا في الاول، غنقول لكم ان شاء الله كيفاش غنستعملوه. هذا الماء ديال الروز البنات واعر 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 للبشره، وزوين بزاف، يعني خطير في تبييض البشره ولا الكريم ولا هذا الماء ديال الروز، الروعه البنات راه النتيجه ديالهم زوينه 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 بزاف. كتاخذوا هذا القطن هذا اللي كيكون دائري بهذا الشكل هذا اللي كنمسحوا به البشره ديالنا، وهذا الماء حتى هو كتحتفظوا به في الثلاجه ملي كتبغيو تنعسوا، كتاخذوا هذا الماء وكتوضعوا فيه القطينه ديالكم بهذا الشكل هذا البنات. هانتوما كي كتشوفوا معايا، ومن احسن تخويو من هذا الماء ديال الروز في شي زليفه ولا شي حاجه، يعني فحال هكا نوريكم البنات، يعني تخويو منه شويه في شي زليفه بحال هكا
بحال هكا البنات، هانتوما نوريكم يعني بهذا الشكل هذا، تخوي شي زليفه وتديوها يعني معاكم للبيت ديالكم، وتستعملوا هاد القطينات بحال هكا بهذا الشكل، وكتداوموا عليها بشكل يومي هاد الوصفه. والكريم تتحتفظوا به بهذا الشكل هذا البنات، كديروه في الثلاجه وكتخليوه المده ديال الاسبوع، كيبقى صالح لكم للاستعمال، وملي تيتسالى كتعاودوا. ولهنا البنات نكون وصلت نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله ان هذه الوصفات اللي شاركت معاكم اليوم ديال الرز يكونوا نالوا اعجابكم، وصفات فعلا رائعه وتستحق انكم تجربوها. وما تنسوش انكم ترجعوا عندي التعليقات، شاركوا معنا الاراء ديالكم باش هكا كل شيء يستفد من التعليقات. ولا عندكم شي اقتراح او بغيتوا نشارك معكم شي وصفه، مرحبا خليوها لي في التعليقات. وما تنسوش كذلك دوزوا عندي المنتدى هكا باش تشوفوا الاقتراحات اللي كنشارك معكم ديال الوصفات اللي تبغوني نشاركها معكم في القناه. ما عليكم الا تصوتوا لي ان شاء الله على الاقتراح اللي بغيتوا، او لا تخليوا لي تعليق. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، وفي امان الله.